أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أجيال الغد. وموضوع الحلقة لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن ظاهرة انتشرت مؤخرا بين العديد من المدارس، وهي ظاهرة العنف والتنمر. حتى باتت هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا بين المربيين وأولياء الأمور، وتهدد بأثناء المدرسية وصحة أبناء الطلبة صحيا وجسديا. طبعا، ما هي أسباب هذه الظاهرة وما هي آثارها وكيفية مواجهة هذه الظاهرة من منظور تربوي؟ يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الموجهة الاختصاصية في الإرشاد التربوي الأستاذة رسمية سقا. أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. هلا. بداية أستاذة رسمية، لو نتحدث ما هو الفرق بين العنف والتنمر؟ الفرق بين العنف والتنمر أنه نحن إذا عرفنا التنمر بنقول هو شكل من أشكال العنف. فالعنف هو إساءة ممكن تكون جسدية أو لفظية، طبعا بتكون من شخص قوي إلى الأشخاص أضعف إذا كان تنمر. أما إذا كان متوافقين بالقوة فهذا دائما بيكون عنف. فالوقت نفرق بين العنف والتنمر، التنمر دائما بيكون في ضحية، والضحية بيكون هو الأضعف. الأضعف ممكن اجتماعيا أو جسديا، يعني الظروف عم بتكون هي مساعدة أنه فعلا ينحط بهيدا الموضوع. تمام. أما العنف لا، أنه العنف بيكون أنه مع أشخاص قادرين يردوا الإساءة لبعض. بس طبعا التنمر غير، الضحية غير قادر على رد الإساءة. حلو. إذا بدنا نحكي عن أبرز أنواع وأشكال العنف التي لوحظت في العديد من المدارس في محافظة اللاذقية. هلأ أكثر تكرارا منشوف حالات العنف بمثلا التمرد على السلطة، السلطة المدرسية، أنه عدم الالتزام باللباس المدرسي، هي نوع من أنواع العنف أو التنمر على السلطة المدرسية. مثلا تخريب الأساس المدرسي، الفوضى، عدم الالتزام بالهدوء أو التهريج أثناء الحصة، الكلام، الألفاظ النابية، ممكن يكون ضد المعلمين أو ضد زملائهم نفسهم. فهي أكثر المظاهر العنف تكرارا، بالإضافة للحركات المتوصل يمكن لمرحلة الضرب. تمام. أنه نحن بيكون يعني هي الأكثر تكرارا، بالإضافة للأذية أو الإساءة لبعض. ممكن الإساءة ما بس ضرب، ممكن يخرب له دفاتره، ممكن يسرق أغراضه الخاصة مثلا لرفيق. فهي أكثر الحالات تكرارا وملاحظة في المدارس. هلا إذا بدنا نحكي عن أسباب انتشار هذه الظاهرة، هلا نحن دائما بنقول إنه من أسباب العنف أو التنمر في المدارس البيئة. صحيح. اللي طالع منها الطفل وإجا على المدرسة، البيئة بتلعب دور، لأني أكيد أنا كطفل طالع من بيئة فيها ضرب وفيها إساءة وفيها سخرية وألقاب وشي طبيعي، رح أطلع على المدرسة أنا أخذ هالأفكار وهالسلوكيات من الأهل. فأنا ما مورس علي في البيت سأمارسه على غيري في المدرسة. نوع من التفريغ على فكرة. النقطة الثانية كمان الأسباب أو الوضع الاقتصادي للأهل بيلعب دور. شي طبيعي تدني مستوى المعيشة أو بطالة الأب عن العمل لأيام مثلا أو أشهر، بتخلي أنه حالة التوتر والقلق عند الأب، انه هو ما غير خصوصا قادر. انه هو عم بيشوف زملائه يمكن هن مرتاحين ماديا. تمام. الى حد ما. تمام. لانه الاب كمان غير قادر على تلبيه احتياجات الاسره. فبيزيد على فكره توتره وعنفه على الابناء. والابناء شيء طبيعي رح ينقلوا السلوك للمدرسه. والمفارقات الاقتصاديه بين او الماديه بين الطلاب، يعني طالب يملك طالب لا يملك. طالب قادر على الاقل معه سندويشه وطالب جوعان، فهيدا كمان. هلا هون اثرت الحرب الى حد ما، الازمه اللي تعرضت الى سوريا، انه تزيد من هيدي الفروقات بين برايي اكيد اثرت. لانه الوضع الاقتصادي اختلف، صار في انه ارتفاع الاسعار، انه نحن انه كله متوفر بس القدره الشرائيه تدنت، بالنسبة خصوصا مصروف الأولاد صار للمدرسة، حتى صار احتياجات المدرسة أكبر، يعني أنه
كمصروف للأهل، فأكيد أثرت. فينا كمان نعتبر سبب من أسباب هذه الظاهرة أنه انتشار الإنترنت والسوشيال ميديا وخصوصا بين المراهقين؟ أكيد أكيد أستاذة، إذا بتوافقيني بالرأي أنه نحن بيتعلم الطفل عن طريق النمذجة والتقليد، يعني أي شيء عم بياخده من القدوة فهو بيحس أنه أو بيعرف أنه الإعلام أو اللي بيشوفهم عن طريق التواصل الاجتماعي أو هيدون القدوة اللي له، فبياخد السلوكيات اللي عم بيشوفها وبيمارسها، فشي طبيعي رح يكون. يعني هلأ نحن كمتابعين للسوشيال ميديا شفنا كثير من الحالات اللي تعرضوا كثير من الأشخاص فيها لحالات التنمر، في أشخاص استوعبت هيدا الشيء وفي أشخاص ما استوعبت هيدا الشيء، عملوا شيء لحالهم، هم في عالم حاولت الانتحار وعالم انتحرت وعالم صار عندها عاهة مستدامة. تمام. هلأ هون دور المدرسة لتهيئة بيئة مدرسية أنه نكون إلى مساهمين للحد من هذه الظاهرة وخصوصا بين الطلبة والمراهقين تحديدا. لنجعل بيئة آمنة في المدرسة أهم الأمور تعزيز التواصل بين الإدارة والمعلمين والمدرسين وبين الأسرة وأولياء الأمور. صحيح. كتير حلو تعزيز التعاون والتواصل بيننا، كتير حلو أنه يكون نحن بمجالس أولياء الأمور يكون فيها النقاشات والحوار، أنه نحن كيف نساعدكم وأنتم كيف تساعدونا بالمدرسة. يعني الأهل اللي عندهم طفل عنده عنف أو متنمر أو متنمر عليه، متابعة المدرسة وزيارتها بشكل دوري. النقطة الأكثر أنه وقت نجعل بيئة آمنة أنه وزارة التربية وقت اللي أكدت على ممنوع الضرب أو العقاب البدني فكان هي خطوة كتير إيجابية لحتى تخلق بيئة آمنة، استبدال العقاب البدني بالعقاب مثلا التأديب الإيجابي. فهي الأمور بتساعد على خلق بيئة آمنة، لأنه دائما الضرب رح يكون لإلغاء أو تعديل سلوك غير مرغوب، بس هيدا السلوك الغير المرغوب رح يختفي لفترة بسبب الضرب، رح يرجع وقت الغياب السلطة. تمام. فشي طبيعي الضرب ما رح يكون في بيئة آمنة. بس في كثير من الأشخاص وخصوصا الطلاب، بما أنه منعت المدارس هيدي العقوبات اللي بتحد من عنف الطالب، استثمر هيدا الشيء لمصلحته، أنه أنا المعلم ما رح يضربني، أنا المعلم ما رح يعاقبني، العقوبة اللي تستدعي فعلا أنه يتعاقب فيها. تمام. أنا بأكد على هالموضوع أنه يعني نحن ما عم نحكي عن الضرب، نحن عم نحكي عن أسلوب بيكون فعلا حازم بهذه الحالات. هلا نحن وقت اللي منع الضرب او العقاب البدني بالمدارس وحتى في عقوبات مسلكيه بيمارس الضرب، حطوا بداله علامه السلوك. علامه السلوك هي مرسبه، يعني الطالب رح يتعامل على سلوكه انه شيء طبيعي كردع بدل الضرب، انت رح ينقص من علامه السلوك عندك. فبالاضافه لانه رح يكون ورح نحكي هلا على دور الارشاد بالموضوع. طبعا طبعا. هلا كمان ليكتمل العناصر اللي تستدعي فعلا انه نحد من هيدي الظاهره، وجود مناهج تنشر مثلا قيم الاحترام، التسامح، كيفيه تقبل الاخر، كيفيه انه فعلا احترام الاخر. هون كيف فينا نحن نعزز هيدا الشيء بين الطلاب؟ بتوقع يا انسه انه نحن مناهج سوريا، المناهج الدراسيه في سوريا غنيه بالقيم، يعني بتشوفي كتب الدين عن التسامح والشجاعة والتضحية والصدق، كتب حتى كتب اللغات فيها عن التنمر وعن معالجة التنمر، بكتب الاجتماعيات، مادة التعليم الوجداني اللي أكد عليها بالوزارة أنه تتفعل، وحتى حطوا صار في منهاج لحتى يتطبق بكل أسبوع، المجموعة مواضيع تتفعل بكل أسبوع. فهي كل المناهج عم تأكد على القيم الإيجابية والأخلاق ونبذ العنف، نبذ التعصب للرأي، كل هيدا كتير بيساعد أنه يساعدنا بالحد من العنف. صحيح. بس في كتير من الأشخاص وخصوصا المعنفين بيقولوا أنه هدول مواضيع موجودة ضمن كتب وبدأ حفظنا أخذ علامة التامة،
هون كيفية تفعيل فعلا هيدا الدور، تفعيل هيدا الدرس الموجود ضمن هيدا الكتاب على أرض الواقع. نحن لشو بحاجة؟ هون دور المعلم. أنا كمعلم بالصف بدي أعطي هي المادة أو هيدا الموضوع، أنا أعطيه عن طريق التعلم التشاركي التعاوني التواصل، إنه أخلق بيئة فيها تعاون وتواصل بين الطلاب. يعني نحن بحاجة هون لنشاط تمام. لفعاليات تعزز هيدي المشاعر وهيدي القيم الموجودة. لأني أستاذة لقلك إنه أنا وقت اللي بدي القيم لا تعلم، القيم فيني لك تفعل ولا تفعل. نحن عن طريق تقليد الآخر، تقليد القدوة، عن طريق التشارك. يعني أنا وقت أعطي طلابي موضوع ويتشاركوا مع بعض رح يصير حتى أي موضوع، إن شاء الله رياضيات، أنا أعطيتهم مجموعات وكل مجموعة بدها تحل هاي المسألة، فوقت يقعدوا يتشاركوا مع بعض ليوصلوا للحل، لو كانوا مخالفين بعض بالآراء بالتصرفات ما بحبوا بعض رح يتعاونوا. ومرة على مرة رح يصير إنه عندي هاللمسة إنه أنا بدي مع فلان، أنا بدي مع فلان، فمع إنه كان ببداية السنة إنه فلان ما كتير محبب عنده. بنفور بيناتهم. تمام. صحيح. تمام. فعن ما شيء طبيعي عن الطرق والاستراتيجيات اللي عم بيتبع الأستاذ هي اللي بتخلي تترسخ هي القيم عندهم. هلا فينا نقول إنه للعنف درجات عند الطالب. تمام. تمام. هلا تفضلتي وقلتي حضرتك ممكن تجي بكلمه مسيئه، ممكن تجي باسلوب او تصرف مو محبب الى حد ما، ممكن يلجا الى الضرب. هون كيف فينا نحن نتعامل مع هدول الاشخاص هدول الطلاب مع تفاوت انواع العنف؟ هلا نحن راح ناكد على موضوع انه العنيف او العدواني انه هو كمان ضحيه، يعني هو وقت اللي عم بيمارس العنف على غيره من ضرب وإساءة وألفاظ نابية، لأني من يضرب سيمارس الضرب. فنحن هاي الضحية أول موضوع أنه لازم المعلم أو صاحب السلطة يكون هادئ بتعامله معه، يركز على الشغلات الإيجابية السلوكيات الإيجابية عنده، يعني يعدد له أنه أنت طالب مهذب، أنت طالب شاطر بهي المادة، نبلش بالإيجابيات ممتاز. بعدين خلينا نذكر أكثر من سلوك إيجابي لحتى نفوت الشيء السلبي. هيدا السلوك غير المرغوب اللي عملته مع رفيقك، مثل أنه مثلا شرطت له كتابه، أنت ضربته، أنت أنه مثلا قلت لرفيقتك الكلام اللي كانت عم تبكي بسبب هاي السلوكيات السلبية، منحاول بتصير أخف. النقطة الثانية أنه نحن ما نتجاهل العنيف أو العدواني، لأنه هو إذا تجاهلناه وما حطينا الشيء الرادع لإله يعرف في قوانين رادعة وعقوبات ممكن تتنفذ بحق الإنسان المخالف. إذا تجاهلنا السلوك العنيف رح يبين قدام رفقاته أنه هو البطل. صحيح. فهو البطل ورح تزيد مجموعته، كان معه 2-3 يسندوه صار 5-6. صحيح. يعني رح يلجأوا له لحل مشاكلهم. بين بالقوة يعني. تمام. تمام. وهون الدور الكبير للمعلمين بتطوير مهاراتهم لنكون على مساعدة تامة للكشف المبكر عن حالات التنمر اللي عم بتكون ضمن، يعني هون صار رح يكون في مهارة عند المعلم. تمام. هلا في كثير من الأشخاص بتكون؟ كيف بتكون بغض النظر إنه في أشخاص بتعتبرها إنه هي سلوك متنمر. تمام. هلا هون كيف فينا فعلا ندرب المعلم للكشف المبكر عن هذه الحالات العنف اللي عم بتكون ضمن الطلاب؟ هلا الكشف المبكر أنا كمعلم بهمني أنا خلصت درسي كتير حلو يكون في مناقشات بالصف، يعني تكون المناقشات بأسلوب الحوار والمناقشة، يعني بنسميه اجتماعات بالصف. تكون المناقشة والحوار المواضيع اللي إلها عن التنمر عن العنف، يعني أنا أسأل طلابي مثلا إذا تعرض رفيقك لضرب بالباحة أنت شو بتعمل؟ طيب إذا شفت حدا عم بيضرب حدا أنت شو، مين بيتصرف هالتصرف، مين بيروح بيخبر المدرسة ومين. فنحن من خلال كلامهم نحن عم نطلع مين المتنمر ومين المتنمر عليه. يعني طالب إذا بيقول لي أنسى أنا بخاف روح خبر، فأنا رح يلفت لي نظري إنه هو ممكن عم بيتعرض لشيء هو
من خلال جوابه هو جاوب على شيء مكنون بنفسه. صحيح. فالمعلم قادر على كشف مبكر من خلال مناقشات متكررة. يعني أنا ما خلي المواضيع بس التحصيل الدراسي وين وصلته وشو أخذته وشو درسته، لا أنا أحكي لازيد الثقة بيني وبينهم. ووقت الأولاد بيسمعوا، الأطفال بيسمعوا خبر تجارب بعض كتير على فكرة هو التجربة اللي بتعلم تمام. حتى وقت اللي يسمعوا تجارب بعض إنه أنا معناها صار معي مثله فأنا ما عيب ما غلط. صحيح. يعني صحيح. كتير كمان بيساعد إنه التشارك اللي فيه. هلأ رح نروح أنا وياك لهيدا الاستطلاع اللي أعدته لنا زميلتنا وفاء فاضل لنشوف هل بعض الناس أو الطلاب تعرضوا للتنمر والعنف. نتابع سوا وراجعين. شو يعني تنمر؟ إنه واحد ما بصير يتأمر على حدا، إذا تأمرنا لازم هو بيبكي بيزعل بنقهر. هو سلوك عدواني موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد آخر أو مجموعة آخر بهدف الحاق الضرر بهم جسديا ونفسيا. هي ظاهرة منتشرة بالمدارس بوقتنا الحالي وآثارها سلبية على التلاميذ. التنمر إنه إذا تنمرنا على حدا بده يبكي ويزعل. إذا حدا كان فقير أو هيك ما بنتنمر عليه، وإذا حدا تنمر علينا بننزل لعند المدير وبنقول له. أنصح مثلا إذا حدا فقير أو هيك تنمر علينا أنصح بننجعز نحن وبنزعل. إذا تعرضتي للعنف أو للتنمر شو بتعملي؟ كيف بتتصرفي؟ إنه بروح بساعده وإنه بهدي شوي. إذا اقتضى الأمر استعين بوالدي أو معلمة. لا أعيره الاهتمام، وإذا اقتضى الأمر استعين بالمرشدة النفسية. بزعل وببكي وبنزل عند المرشد النفسية فأنه بحكي له. أنسي بنزعج وبنزل عند المدير بقول له. بزعل وبنزل على المدير بقول له. أكيد بدنا نشكر زميلتنا وفاء فاضل. أستاذي رسمي، يعني هلأ بنشوف كثير من الأشخاص أنه مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك أنه نفعل التجارب اللي عم بتكون على أرض الواقع، بدل ما نكون مثلا باستقطاب واحد نستقطب مجموعة تامة. هي أهمية التشاركية حكيتي عنها. هلأ عم نحكي نحن من منظور تربوي ونفسي تمام. أهمية فعلا هيدا الشيء تتفعل نحن بالوقت الحالي. هلأ نحن بالأشخاص الموجودين أو الطلاب الموجودين فينا يعني صار في لهم خصوصيه بالتعامل، بيقولوا لك نحن شباب ما حدا ما نتقبل المعلومه بشكل يعني شخص انه فعلا ما حدا قادر انه يعطيني هيدي المعلومه، انا بعمل بدي اياه. تمام. هلا هون السيطره بطريقه تربويه ونفسيه قديمهم كثير حلو يعرفوا انه في قوانين وفي سلطه، يعني انه انت بدك تعمل سلوك غير مرغوب في له عقوبه، في له بدك تتادب عليه. النقطه الثانيه والاكثر انه انا كطالب ما قادر له مثل ما حكينا انه افرض عليه، لانه هو غير قادر على التقبل، يعني ما راح يتقبل كلامي ابدا. فلهيك انا حلو بالموضوع هون انه اعطيه هالكلام عن طريق كلمات ايجابيه، انه دائما له انه نعمل هيك، ما نجي نقول له بالشيء السلبي لا تفعل. يعني هي وقت اللي انا بفرض عليه بالنهي لا لا لا، فبصير انه كل شيء ممنوع. فوقت اللي انا بيجي بقول له نعمل كذا وانت شو رايك تحط لي قواعد، القواعد الاساسيه اللي بدنا نمشي عليها خلال الجلسه خلال الحصه الدرسيه. صدقا وقت الطالب بحط القاعده من نفسه راح يلتزم فيها، بس تجي تحطي القاعده انت ما رح يلتزم. وكتير أنسات بقولوا كيف نضبط الصف، خلوهم هن يحطوا القواعد. وقت اللي هو يقول إنه الهدوء والاستماع الانصات للآخرين هو رح يلتزم. صحيح. بس تجي أنت تقولي له بدك تعمل كذا وكذا وكذا. صحيح. مثل ما قلت حتى الكبير يعني بيكون متعود على شغله، بس يقول له حدا خلص صار في صار في شغل بده يرفض. صحيح. بده يصير في التمرد. الظاهره قامت وزاره التربيه باصدار العديد من القوانين والابلاغات لحد وتخفيف من هيدي الحوادث اللي عم تصير على ارض الواقع بين المدارس. فعلا اهميه انه نفعل دورنا كل واحد بمحله، سواء كان من الوزاره للمدرس باختصاصات مختلفه، المرشد الاجتماعي، هون دور المرشد الاجتماعي وكيفيه التعامل معه. بنشوف كثير من
الطلاب عندهم ثقة تامة بالمرشد الاجتماعي. تمام. يعني خصوصيات البيت عم بتكون بإذن المرشد الاجتماعي. هون كيفية تمكين الثقة بين المرشد الاجتماعي وبين هيدا الطالب اللي بحاجته بهيدا. تمام. أنا رح خبرك على دور المرشد، بس بما أنه بلشتي أنت بالبلاغات الوزارية رح ضويلك على عمل الوزارة. وزارة التربية عم تعمل جهدة بموضوع الحد من العنف. فكان وزارة التربية أطلقت حملة من تقريبا من شهرين. هاي الحملة كانت وزارة التعاون وتنسيق بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف للحد من العنف، وطبقت بمدارس، بست مدارس في اللاذقية، اثنين بجبلة وأربعة بمدينة اللاذقية، بلشوا فيها من الغرفة الصفية. ونحن هلا بالأسبوع الخامس بتوقع أنه راح يبلشوا على المجتمع المحلي. كمان في صار كتير دورات لتأهيل معلمين ومساعد، حتى انه ما بنقول عنهم داعمين، يعني قادرين على تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتعرضين للتنمر او العنف في المدارس. وكمان كان لوزارة التربية مشكورة جدا على جهودها انه كيف عم تخلي هاي الدورات خضع لها مدير مدرسة مع مرشد مع ثلاث او اربع مدرسين ليتعلموا مهارات الدعم النفسي الاجتماعي. وكانت وزارة التربية مشكورة، عملت عدة دورات تقريبا شملت معظم مدارس المحافظة. وحتى نحن هالشهر نحن بتبعيتنا لدائرة البحوث الدكتورة دلال عمار أكدت على أنه هالشهر يكون شهر الحد من العنف، يعني ركزوا لفوت بدور المرشد. فكان هون دور المرشد غير أنه توجيهات للحد من العنف، أنه ركزوا على التوجيه الجمعي. نحن دائما التوجيه الجمعي وقائي، يعني أنا ما بدي إجي تصير المشكلة وإجي أحكي عنها، لا، قبل ما تصير المشكلة أنا رح أحكي عنها وإنشرها بين الطلاب. هاي دور التوعية هون وقائي قبل ما نوقع. تمام. فكان هيدا الشهر رح نركز على موضوع الحد من العنف من خلال دروس التوجيه الجمعي، من خلال المنشورات، البروشرات، بطاقات توضيحية طلاب هن يطلعوا أفكار ويكتبوها ويعرضوها بصفوفهم. فكتير حلو نشتغل على هالموضوع. دور المرشد ما بس هون، دور المرشد مثل ما عم تقولي بناء الثقة بينه وبين الطالب. فالطالب خبرتيني انه كل شيء بصير بالبيت بدان المرشد. هيدي الثقة يعني ما بتيجي عن عبث. تمام. تمام. وما اي حدا يعني بيتحمل هيدي المسؤولية لولا ما يكون المرشد النفسي، او فينا نقول مربي، هو الى حد ما مربي مكمل لما تم بنائه في البيت الاساسي وهي الاسرة. صح. هون العناصر لازم يجب ان تكون متكاملة. تمام. بين المدرسة. تمام. وبين الأسرة. هو المرشد لوحده ما قادر يعمل شيء، يعني المرشد عم بينشر ثقافة التسامح واللا عنف واللا تنمر عن طريق مجالس أولياء الأمور. المرشد له كلمة في مجلس أولياء الأمور، عم بيجمع ويرصد الحالات الأكثر تكراراً والمشكلات ويعرضها بمجالس أولياء الأمور لحتى نوصل لصيغة مشتركة بيننا وبين أولياء الأمور وخطة نمشي عليها نحن وهن لحتى نخفف. كمان دور المرشد بمجالس المدرسين، دوره بالسجلات اللي عم بيسويها. نحن عنا التوجيه الجمعي، عنا الإرشاد الفردي، نحن عنا طالب دائماً عم بيمارس سلوكيات عنف. يعني فينا نقول هون توعية هدول ضد العنف والتنمر. هيدا شيء توعية، ونحن هيدا عملنا، عمل المرشد بالمدرسة. إنه هي السجلات بتنظم عمل المرشد، يعني بترصد حالات العنف. يعني طالب عنده متكرر عنده مثلاً شيء سرقة، شيء ضرب، شيء استهزاء، شيء سخرية، شيء يعني نحن منجمعه وبصير عندي خطة للإرشاد الفردي، خطة إرشادية منقول منطبقها بمجموعة جلسات لحتى نوصل مع الطالب لنلغي ونبدل السلوك الغير المرغوب بسلوك مرغوب. هي بيكون هاي الجلسات مع أولياء الأمور؟ مع الطالب نفسه، اسمه إرشاد فردي. الإرشاد الجماعي كمان بيشتغل عليه المرشد وقت اللي بيكون عندي هيدا المتنمر ومجموعة اللي عم تساعده أو العنيف ومعه مجموعة تدعمه. فرح يكون إنه نجمعهم ونحكي عن موضوع العنف وأهمية التسامح، تواصل مع الأصدقاء. فهيدا بمجموعة جلسات كمان نحنا
نقدر نوصل لسلوك بديل عن سلوك العنف. يعني أنت عم بتأكدي على التعاون المستمر لمكافحة هذه الظاهرة بين الأسرة وبين المدرس وبين المرشدين طبعاً الاجتماعيين. هلأ إذا بدنا نحكي عن ظاهرة التواصل الاجتماعي نركز عليها إلى حد ما، في عالم تستثمر هذه الظاهرة بشكل إيجابي وفي عالم تستثمرها بشكل سلبي. وعم نشوف كثير من المراهقين عم يستثمروا إلا للأسف يعني بشكل سلبي. هون أهمية المراقبة والمتابعة والتشبيك بهيدا الموضوع بين الأسرة وبين نشوف كمان في كثير من الطلاب عم بياخذوا موبايلاتهم على المدرسة. تمام. هلأ قولا واحد، الموبايل في المدرسة ممنوع. بالبيت هون دور الأهل مراقبة الطفل. على نحن بنقول طفل لأني ل 18 سنة هن أطفال، فكل طلاب مدارسنا هن أطفال. نحن نراقب شو عم بيتابع ابني على الموبايل. أنا ما يكون النت مفتوح قدامه 24/24. أنا حدد وقت إنه لأنه تتابع شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أعرف شو المواضيع اللي عم تتابعها أو شو المواقع اللي أنت داخل عليها. هلأ بتقليلي في خصوصية، خصوصا المراهق ما رح يقبل. صحيح. بس أنا من خلال الثقة بيني وبين ابني أنا أكيد رح يخبرني كتير بطريقة غير مباشرة. أنا فيني أعرف شو الموضوع اللي كان عم يبحث عنه. كيف فيني، وخصوصا مواقع التواصل المشاهد اللي عم بيشوفها الولد عم بيستسهل العنف بالواقع. صحيح. صحيح. عم بيحس انه عادي الموضوع. اذا في كل أنا العالم عم تشوفه لهي، ليش انا ما بعمل؟ تمام. صار تقليد، صار تقليد. كتير مهم انه الاهل يحطوا خطه بالبيت، والكل انه الام والاب انه نحن بهالساعتين ما في نت بالبيت، نقطع النت من البيت كرمال نحن انه نضبط ساعات. ودور الاسره ودور المدرسه انه نوجه الطلاب انه نحن عندنا موضوع، مثلا موضوع اي موضوع دراسي فينك تجيبه عن طريق النت، فبدل ما يبحث ما عنده وقت على الموبايل يمسكه ليشوف شغلات ممكن ما مناسبه لعمره، لا انه عنده وظيفه خليه يبحث فيها. فهيك فينا نبدل الاستثمار السلبي بالإيجابي. صحيح. تمام. طيب هون كيف فينا نحن ان نساعد الطلاب من خلال تفعيل مهاراتهم ليكونوا قادرين الى حد ما لحل نزاعاتهم بشكل سليم؟ هلا نحن حتى لك دور المناهج، رجعنا لهون. مناهجنا عم تحكي عن الصراع والنزاع بطريقه كثير مقبوله يعني واصله لعقل الطلاب. ففي عندك بكتاب الوطنيه البكالوريا عم بيقولوا لك انه النزاع، انه نحن ما فينا نلغي النزاع من المجتمع، لاني ما في مجتمعات مستقره 100%. وبما انه النزاع مفروض علينا خلينا نعمل إدارة نزاع. فإدارة النزاع من خلال استراتيجيات، من خلال طرق مثل مثلا الانسحاب. أنا من موقف النزاع أنا رح أحس حالي أنه أنا رح أخسر، بنسحب وبرجع بطالب بحقي مرة تاني. من خلال المساومة مثلا علموا كيف أنه أعطيني لأعطيك، انه انا بتنازل عن جزء من اهدافي وانت تنازل. فهون الحوار. تمام. صحيح. انه نتعاون مع بعض لنحل المشكله، يعني ما نطلع من النزاع انت ربحان وانا خسران، لا. صحيح. نتعاون لنحل. فكتير حلو الاستراتيجيات اللي حاطين لهم اياها بالكتاب بتفيدها. كلمه اخيره بتحبي توجهيها لكل حدا اليوم عم يتابعنا عبر برنامجنا اجيال الغد؟ انا اول كلمه بوجهها للارشاد بالمدارس انه الحمل عليهم كتير كبير، ونحن وقت اللي عم نزورهم ونقول لهم انتم الحجر الاساس في المدرسه هي الحقيقه. المرشد كتير عم بيكون ما بس الحجر الاساس للطالب، للاداره، للمدرس، كتير عم بيطلبوا منه مساعده بكتير امور عم بيتعرض لها الطلاب. حتى الاهل في كتير تواصل الاهل مع المرشد، لاني المرشد اقدر على توصيل الفكره للطالب من اهله او من مدرسه. او مشكورين انتم كاعلام انه انتم مضوايين على هالفكره بعد ما انه تسربت كتير سلوكيات والفاظ غير مقبوله بالاعلام، كان مسلسلات ولا برامج انه عم يعني انتشرت. فمشكورين كتير، الموضوع كتير مهم.
يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. شكرا لأسئلتك. أهلا وسهلا فيك الأستاذة رسمية سقا، موجهة اختصاصية للإرشاد النفسي. وبدنا نشكر كل الكادر الموجود بمديرية التربية بوزارة التربية اللي عندهم ضمير حي عم بيساهموا إلى حد ما للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت فعلا منتشرة للأسف يعني. ولكن دائما نسعى إلى تحقيق الأفضل وبناء طفل سوي بمختلف المجالات. طبعا أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أجيال غد قد شارفت على نهايتها بأمان الله.